أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو ذوب القبعة المجنون، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أو فريق إداري الذي هناك شك كبير بشأن قدرتها على قيادة الشركة. كثيرا ما يتخذ ذوي القبعات المجانين قرارات محيرة التي تثير تساؤلات داخل وخارج الشركة، ويعرف هذا النوع من المدراء التنفيذيين باتخاذهم قرارات عفوية مع قليل من التفكير في العواقب. في بعض الأحيان ما يحرك هذه القرارات هو الحوافز الشخصية وليس الدافع لتحسين الأداء العام للشركة. ذو القبعة المجنون هو أحد الشخصيات الغريبة في روايات لويس كارول أليس في بلاد العجائب. تقابل أليس ذو القبعة المجنون على طاولة الشاي المشغول دائما بوقت الشاي، ويستمر في استجواب أليس بأسئلة مبهمة التي لا معنى لها. عادة لا يستمر المدراء التنفيذيين ذوي القبعات طويلا في مناصبهم.